اسمح لي أن أرحب بنجوم وايتي. المواطن المصري، المواطن العربي بيجي لك غالبا عنده مجموعة من المشاكل، بتعمل لها بلان وخطة وبتاخد البلان بتاعها تشتغل عليه. دي ميزة ان يبقى عندك فريق طبي كبير في مكان واحد. ايه الصعوبات اللي واجهتك في طول 18 سنة اللي فاتت؟ اغلى واعلى راس مال يبقى عندك هو الناس، هو الدكاترة. ده علم يقولوا دايما علينا في كل حته في العالم، احنا بارعين جدا في العمل الفردي، لكن تعالى في العمل الجماعي بيحصل مشاكل. لا، اهم عامل عشان نقدر نوصل للنتيجه اللي ترضي المريض هي الخطه العلاجيه، الوظيفه والشكل. عمل فردي لا، انت فاشل. الابتسامه دي تنفع لفلان، ما تنفعش لعلان، ما ينفعش كله بنفس الشكل، كله بنفس الرصه، وده غلط. حضرت كويس يا باشا هتجمل، ما حضرتش كنتم معا، ولا انا غلطان؟ احنا مستحيل هنعرف نحضر الاسنان من غير ما نوصل للديزاين اللي احنا عاوزينه. احنا اللي بنقرر. الحشوات برضو نفسها مش معموله من ماتيريال واحده. ترتيب الشغل ما بينا دي اهم حاجه في زراعه الاسنان. الفريق ده هل متخيل ان هو هيقرر قرار هيبقى مش مظبوط؟ كل حاله بتجيلنا هي اهم حاله عندنا، فبالتالي لازم تطلع احسن حاله. لازم الدكتور زي ما بقول لحضرتك يبقى فاهم كويس جدا خصائص كل ماده. انا والمريض بس اللي بنصمم التركيبه. احنا عندنا دلوقتي الحاله بيقعد نتكلم معاه، واحنا بنتكلم معاه 80% من الكشف حصل. ضيفي العزيز نجح بشكل كبير جدا انه يرسي ان طب الاسنان في مصر ينافس بقوه في الشرق الاوسط، بل ربما يتحدى ويصل الى الرياده. هو الفكره ان انت تلاقي منتخب زي ده، منتخب زي ده، منتخب زي ده. الدكتور نور الدين مصطفى تخرج من كليه طب الفم والاسنان جامعه القاهره، مدرب معتمد بالجمعية الدولية للتصوير الرقمي برلين، عضو الكونغرس العالمي لزراعة الأسنان جامعة نيويورك. هي لازم اروح طبعا عشان اهتم بيها يعني وكده. على طول اول ما احس بالام اروح له على طول. لا بستنى لما يبقى في وجع شديد يعني. اكيد لازم اروح للدكتور عشان اعرف بعد كده اكل اعرف اعمل اي حاجه. لا مش هروح للدكتور، لا عشان ما تحصلش مضاعفات بعد كده لا انا بروح لدكتور الاسنان عادي. لا الاسنان لازم نروح للدكتور على طول. لا هاخد مسكنات الاول واغسله، ولو كده لو نفع يعني وتعالج ماشي، لو ما تعالجش اروح للدكتور عشان ما يحصلش وما يأذيش ضروس جنبه. لا ضرس وجعنا كده هخلعه يعني، اروح لدكتور اي حاجه يعني. السنان بالذات من الحاجات اللي ما ينفعش فيها غير ان اروح لدكتور يعني. ممكن نغسلها، ممكن ناخد مسكن، ممكن اي علاج، دي اخر حاجه بعد كده بنفكر فيها احنا نروح لدكتور لما نتعب خالص. والله لو هاخد مسكن هاخد مسكن حاجه مؤقته بس، لكن اساسي ان انا لازم اروح للدكتور يعني. فعلا بيعمل مشكله، بس دكاتره الاسنان دايما وقتهم طويل قوي، ودي حاجه بتاثر على الواحد لما بيروح عندهم فعلا يعني. ما بيروحوش على طول يعني، بيستنوا شويه بقى لحد ما الالم يوجعهم قوي. اهلا بكم، النهارده يوم مهم جدا في عالم طب الاسنان. خلي بالكم ان ويليام بروفت قال في كتابه طب تقويم الاسنان المعاصر، قال مضمون مهم جدا ان المظهر له تاثير على الانطباع، واتكلم على فكره المدرسين والمدرسات، فكره الانطباع بتاع التدريس، ان المدرس والمدرسه لما بيدخلوا ويشوفوا اسنان جيده في عند امتحانهم ليه تلامذتهم بيدولهم درجات أفضل. ده مهم جدا. برضو السينما انطباعات الناس بتخلقها الأسنان في أكتر من شخصية، يعني مثلا الناس بتوع والت ديزني لما بيعملوا عندهم دول ملوك الكاركتر، يعني دول اللي عملوا التغييرات المهمة جدا في شكل أي حد. لما تشوفوا مثلا توم هانكس في أفلام اللي عملها في والت ديزني غيروا شكله، لما تشوف مثلا جوني ديب في افلام اللي شبه والت ديزني كان عمل مع والت ديزني ولا بيغيروا شكله، بيغيروا الكاركتر بتاعه. فلما بيعملوا الساحره الشريره لهم كاركتر لازم يدوها انطباعات، معظمها في الاسنان، اسنان مدببه فيها فراغات سودة او مصفره. الانسان الغبي يعني لما تيجي تشوفه في فيلم رائع جدا اسمه كان بتاع جوني ديب،
كان بيشتغل اللي هو بيقوم فيه بدور حلاق, وفيلم رائع جدا. الراجل اللي بيمثل دور الفاسد او الرجل الفاسد او الضابط الفاسد في الفيلم ده كانت سنانه, هي الكاميرا معظم الوقت جايه على سنانه. جشع الفروقات, البروزات, الاصفرار, الشكل الغريب تعبر عن الجشع. احنا في مصر هنا بنعمل ده. يعني جنة الشياطين فيلم الرائع اللي عمله الاستاذ محمود حميد, عبقري السينما المصري. الراجل عشان يعمل دور واحد متشرد عمل حاجه فظيعه. طبعا في الطب خلع اسنانه, شالها. طبعا دلوقتي ما بيعملوش الخلع ده يعني لكن بيسودوا المكان على اساس يبان انه ما فيش سنان, في سواد. ده اسمه انطباع. ولذلك الاسنان نوصل للنتيجه هي المعبر الاساسي عن الشخصيه, المعبر الاساسي عن الاحساس. هنفهم الكلام ده واكتر منه النهارده في حوار مثير للغايه مع ضيفي العزيز الصديق والزميل العزيز وطبعا يعني عشره العمر دكتور نير الدين مصطفى. اهلا بيك يا دكتور. حبيبي نورني. اخبارك ايه؟ وانا عارف انت طيب. وانت طيب. بتحب السينما انت وبتحب الحاجات طبعا. وليك انت فن. يعني جانب فني مهم طبعا جدا. اقوله اقول. انت بتكتب شعر, انت محترف اساسا وعملت يعني اغنيات. هي هوايه. ايوه بس عملت اغنيات. في حاجات موجوده في في انت عملت في سوق الاغاني محمد محي وجنات يعني هو الفن كله منفذ في بعضه. ده لا ده انا بتكلم على الاغنيات. انا بقول لك ما هو الفن كله منفذ في بعضه, سواء بقى اسنان, ما هي الاسنان فن, سواء اي موهبه فنيه تانية, في الاخر بيبقى عندك حس الفنان. الوسط الفني كله بيعمل سنان معظمه. لو عمل سنانه غلط ممكن يعمل يعني يحصل له كارثه في التعبير. متهيألي احنا شفنا كتير ناس شكلها اتغير وناس بقت ضحكتها مش طبيعيه كتير موجود في السينما وفي الاعلام وفي التلفزيون. ناس كتير عملت اسنانها بشكل غلط والناس بتعلق عليهم والناس بتجنن تقول انا مش عايز اسناني زي فلانه. يعني اكبر دليل على الفشل ان تبقى هي مضرب للمثل في الفشل, في فشل في فشل شكلها. انا مش عايزه اعمل سناني زي فلانه, دي معناه انها اخطات في حق نفسها, اخطات في اختيار الدكتور اللي عمل لها اسنانها, اخطات في قبولها للشكل اللي مش طبيعي لها وصلت. اخترت النهارده ستايل معين في الحلقات ان احنا نحكي كيس. ليه اشمعنى لاول مره يمكن في الاسنان نحكي قصص؟ اشمعنى؟ علشان دي الاقرب لوصول الناس. يعني الكيسز دي او الناس اللي بتسال هي ناس موجوده على ارض الواقع عندها مخاوف وعندها استفسارات, احنا عايزين نبقى قريبين منهم. فاخترنا ان احنا يبقى حالات او ناس بتسالنا بحيث نجاوب عليهم, لان دي ناس كلها موجوده في على ارض الواقع, مش حاجات اسئله احنا اللي عايزين نقولها. طيب هنبدا الاول. اول سؤال في عادتنا النهارده بيحكي بيقول انا عملت تجميل في اسناني لكن سناني شكلها مش طبيعي, واكثر من شخص سالني عملت ايه في اسنانك, ايه الحل عشان نرجعهم تاني للشكل الطبيعي؟ تمام, خلينا نتفق ان احنا حتى لو عملنا اسناننا بشكل خاطئ فاحنا نقدر نرجع للشكل الطبيعي. لازم الاول الناس تفهم ان التجميل او مجازا هوليوود سمايل او اي اسم بيتقال على عنصر التجميل بتاعنا, هو في الاخر هو الحصول على ابتسامه مثاليه فت عليا انا. ما ينفعش اكون عامل لك اسنانك وعاملها لاخوك وعاملها لابن عمك وعاملها لمجموعه من الناس, زي ما بنشوف كده تلاقي العشرين حاله بتخش عند دكتور يخرجوا نفس الشكل. ده مش مظبوط. الابتسامه بتتفصل للواحد. تمام. طيب الابتسامه بتتفصل للواحد اصلا ازاي؟ لازم يكون الدكتور نفسه عارف الشكل الطبيعي للسنه ايه. الشكل التشريحي والتعامل مع الضوء لازم يكون فاهم الكلام ده, علشان لما يجي يعمل تجميل تتفاعل وتديني نفس الشكل اللي الاسنان الطبيعيه اللي ربنا خلقها. لو انا بعدت عن المضمون ده انا عملت تجميل فاشل. يعني خلي دايما المضمون الاساسي هو الحصول على ابتسامه مثاليه طبيعيه تبقى خلفيه ليا, ما تبقاش هي المتصدره المشهد. دايما لما نبقى بنتكلم مع بعض وانت بتضحك ابقى باصص في عينك مش سنانك اللي واخده عينيا. لو سنانك واخده عينيا لاي سبب, على فكره ممكن تكون سنانك طبيعيه واخده عينيا لان لونها مثلا اصفر بزياده
عن الكاركتر بتاعك، ما هتاخد عيني برضو. يعني مش معنى ان كل الاسنان الطبيعية انها حلوة، لا، احنا بنتكلم على الاسنان الطبيعية الايديال اللي تعلمناها، اللي هي بتدينا انطباع زي ما انت قلت، الشكل بيدينا انطباع. لما اتعمل سيرفي يعني عن احسن الاشكال واحسن الانطباعات، وصلنا لمجموعة من الاشكال هي دي الطبيعية اللي شكلها حلو، اللي علاقتها ببعض متناسقة، علاقتها باللسة متناسقة، علاقتها ككل مع بعض مع الابتسامة متناسقة، علاقة الابتسامة كلها مع الوش متناسقة. ده علم لازم أكون درسه، بالإضافة زي ما قلت لك أنك لازم تكون عارف شكل الأسنان الطبيعية شكله إيه. عشان كده احنا جايبين صور بنوري أشكال سنان، مش احنا دي أسنان في الحقيقة، يعني دي الأسنان الطبيعية، عشان لما نيجي نتنقل أن احنا هنعمل أسنان لازم نعمل الشكل الطبيعي ده. السؤال الثاني بقى سؤال او قصه مهمه. بنت بتقول انا عايز اعمل تجميل سنان، تمام، شلتي واصحابي حذروني قالوا لا ما تعمليش، لانه في بنات كتير من شلل تانية منافسه عملت سنانها وطلعوا مش حلو. شكلهم مش حلو، وقعدوا طبعا يناموا عليه. ما هو خلينا نتفق على حاجه، اي حاجه بتبقى ترندي او عليها اقبال كبير بيبدا غير المتخصصين يشتغلوا فيها، لانه خلاص سوق مفتوح. ودايما الناس خلينا دايما نتفق ان المتخصص اللي بيستعمل مواد ستاندرد او مواد معتمده بيبقى له يعني تكلفه معينه، واحنا هنا في مصر او في الوطن العربي ملوك الخصم والحاجات دي. انا دايما عندي راي ان الخصم في البدله في الجزمه مش في صحتي، لان الخصم في ان انا ابقى دايما بدور على الخصم او بدور على الارخص، فانا برخص من صحتي نفسها، وبخصم من صحتي، وبخصم من عمر المنتج اللي انا خدته. فطبعا تدخل في مجال التجميل، وفي كل المجالات على فكره، مش مجال التجميل بس، في مجال التجميل وفي الزراعه وفي مجال الطب كله، اي حاجه بتبقى ترندي بتلاقي ناس غير متخصصه بتخش فيها. النتيجه منتجات شكلا ووظيفه خاطئه، فالناس توهمت ان العيب في التجميل، انما عمر العيب مش عمر العيب مكان في التجميل. انا هوريكم الصور اللي بتورينا التجميل شكله عامل ازاي، اللي هيشوف ان التجميل ده مش طبيعي يبقى فعلا التجميل نفسه فيه مشكله. لكن في دكاتره كتير في مصر معتمده وفي الوطن العربي معتمده بتدينا منتجات للتجميل طبيعي، دي اسنان طبيعيه. اللي عايزين نقوله ايه، زي ما انت شايف السنه الطبيعيه في بعض الاسنان بيبقى فيها شفافيه، الجزء الانسايزل زي ما انت شايف شفاف. هنشوف صوره تانية عشان انا اوريكم دي، ده نوع تاني من انواع الشفافيه. خدت بالك ان الاولاني كان شفاف بطريقه وده شفاف بطريقه تانية، بس ستيل عندي حاجه اسمها ايه، الشفافيه. لازم نبقى فاهمين ان السنه الطبيعيه ربنا خالقها لما بتتفاعل مع الضوء تعمل ثلاث حاجات، بتمتص جزء وبتعكس جزء وبتعدي جزء. الجزء اللي بيعدي ده هو اللي مدينا الشكل الحي للسن. هنشوف شكل هنا بقى، دي اسنان معموله تجميل. انت شفت الاسنان الطبيعيه وده اسنان معموله تجميل. احنا بنحاول نوصل ليه؟ بنحاول نوصل للشكل الطبيعي اللي ربنا خلقه، فيها الجزء الشفاف متناغمه مع شكل الابتسامه بتاعتنا، لونها طبيعي. لان خص بقى ان انا اروح اعمل الالوان اللي هي الابيض التباشير وابيض الثلاجه وابيض التشوكليتس، ده مش تجميل. زي ما انت شايف دي اسنان معموله، انا وريتك في الاول اسنان مش معموله، دي اسنان معموله. الاسنان فيها التعريج الطبيعيه ايديال مرصوصه صح. هنا لازم يكون الدكتور عارف ال 21 كرايتيريا للتجميل السليم، اللي هو الميد لاين، خط المنتصف فين، علاقه طول السنه لعرضها، علاقه السنه اللاترال بالسنه السنترال، علاقه الاسنان باللسة، علاقه لون الاسنان. تشيك ليست كده انت عمال تعدي عليها علشان توصل ان انت عندك اسنان ايديال، دي اسنان معموله، يعني دي اسنان تجميل. فالعيب مش في التجميل، العيب ان انا اروح لدكتور مش متخصص في التجميل، وهم بقوا موجودين يعني الحمد لله الوطن العربي ومصر فيها دكاتره شاطره في التجميل. اهم حاجه ايه، انا دايما اي حد يسالني اختار دكتور التجميل ازاي، اختار دكتور التجميل زي ما بختار مهندس الديكور بتاعي. اول حاجه بسال مهندس الديكور ايه، بقول له وريني شغلك،
صح كده؟ مش هروح سليمه بيتي بقول له وريني شغلك، ولو شغله عجبني بقول له يلا نشتغل. ازاي بروح اشتغل عند دكتور انا ما شفتلوش حالات وما عندوش حالات والبروفايل بتاعه كله ديفيليه مثلا؟ انت رايح لدكتور اسنان مش رايح لعارض ازياء مثلا. لما اكون رايح لعارض ازياء اشوف البدله والجاكيت والطبيعه، لا انا رايح لدكتور اسنان يبقى بشوف شغل، يبقى انا رايح اتفرج على شغل. دي اسنان معموله، شايف كميه يعني شايف التعريج اللي جوه السنه؟ السنان دي كلها معموله هاند ميد، مش معموله بمكن، لان انا في التجميل انا ما بحبش المكن. المكن يفيدني جدا سرعه ودقه لما اكون بعمل اسنان خلفيه، لكن عايز اعمل جمال، الجمال دايما هاند ميد. دي حاله كانت عامله تجميل زي ما انت شايف، اللي فوق ده تجميل، ده اللي بيخوف الناس، التجميل اللي فوق ده. ده الحاله النص الفوقاني ده كان عامل تجميل، يعني مش سنان طبيعي. دي مش سنان، ينفع دي تبقى شكل سنان طبيعيه؟ ده تجميل، ده يدعي يعني يدعي اللي عملها ويدعي وتدعي اللي عاملاه انك اتعامله تجميل. بص الفرق بين اللي فوق واللي تحت هي نفس الحاله. ما كان مأساة كبيره يعني. اللي تحت اسنان طبيعيه طبعا، اتفرج على اسنان الماتيريال نفسها مختلف، الماتيريال مختلفه لان اللي فوق اصلا تصميم مختلف، اللي فوق اصلا الماتيريال غلط لانها ماتيريال بلاستيكيه وهي اسوأ انواع التجميل في العالم. بلاستيكيه هي اصفرت، بتجمع بواقي اكل زي ما انت شايف، تعمل التهابات في اللثه، شايف اللثه كلها ملتهبه وفي خطوط حمراء غريبه كده. اللي تحت بقى اتبنت السنه، بتاخدها تعملها هاند ميد، بتبني طبقه على طبقه على طبقه، لان الاسنان اللي ربنا خلقها هي طبقات، هي مش بلوك، هي طبقه عليها طبقه عليها طبقه، وليها توزيع حاجه اسمها دنتين وانامل، ليهم توزيع معين لازم تحافظ عليه عشان يطلع الشكل طبيعي. كل ما قدمناه في طب الاسنان في السنوات الماضيه كان من اجل الثقافه، نحن نريد ان نثقف العالم العربي، نثقف العالم العربي في اهميه الاعتناء باسنان. ايضا من ضمن اهدافنا المهمه ان احنا ابرزنا مهاره الطبيب المصري، وده هدف للبرنامج في كل برانشاته. الطبيب المصري ده احنا بندافع عنه، بندافع عن قيمته، بندافع عن مهارته، بندافع عن امكانياته، بندافع عن اجتهاده، بندافع عن اسمائه. صحيح ان احنا ما نقدرش نطلع ال 150 ولا 170 الف طبيب مصري، نتمنى انهم يطلعوا معنا كلهم، فاحنا بنطلع ريبريزنتيتيف او معبرين عن الثقافه والتعبير عن قوه الطب المصري، دول اهدافنا الحقيقيه. يبقى انه ده يتقبل بشكل جيد جدا في العقليه العربيه. ضيفي العزيز، صديقي العزيز والزميل العزيز، وزي ما قلت عشرة العمر، الأستاذ الدكتور نور الدين مصطفى، نورتنا دكتور نور وشرفته بهذه الزيارة. خليكم دايما معنا. الكحل، يعني الكحل، في ناس بتكحل عيالها الصغيرة، الكلام ده خطر مش حلو. في يعني معقولة يعني طفل صغير يعملوا له كده؟ ايه ايه الجنان ده؟ حاجة تانية بقى، نظارات الشمس المتقلدة. تبص للولد بقى مش عارفين يجيب له النظارة بتاع، فيجيبوا له النظارة دي. بقى دي متقلدة مش ماركة يعني، فده بتضر جدا. برضه الأكل، وبرضه كمان في ناس تحط قطرات ليمون في عينين الأطفال، دي نسيبة سودة. وفي ناس بتحط لبن الثدي في عينين الأطفال، دي نسيبة سودة أكتر. برضه نزول الأطفال لحمام السباحة من غير الوقاية، من غير إن هم يكونوا عندهم نظارة وقاية جيدة وتكون أصلية.